عشان ما مرتك عندها كنز علي بابا. عشان هذيلا يسوون وايد هذيلا؟ إيه هذا حلم كل مبنية. صدق. وأغلب الفاشينيستات ما عندهم اللي عند مرتك. أنا عارفة هذا شنو أبيض هذا ذهب أصفر هذا خرابيط يمكن. أعطيني هذا. ألماس ألماس. هذا يعني فلوس ألماس وايد فيه؟ إيه. أكيد ألماس هذا أكيد. أعطيني أعطيني إيش أعطيني؟ أعطيني بسرعة أعطيني. قاعد أعطيك. ثلجة نسختها ثلجة. أعطيني بس أعطيني خلصيني مفهية. أعطيني بسرعة بسرعة أعطيني هذاك هذاك بسرعة. يلا. يبا اعطيني قاعد اقول لك اعطيني قاعد اعطيك اعطيني اعطيني هذا اعطيني تفضل الله هذا الذهبي هذا الذهب هذا هذا اللي يسوى هذا الذهب الاصفر هذا اللي يسوى زين اعطيني ماسكه ايش حقه اعطيني اياه اعطيني خصيني مثول هني في تبكيها طايحه ليش تاشر غرفتي غرفتي شو غرفتي نفسي غرفتي أنا بعد نفس الشيء إيه بس وين الخصوصية بعدين هذه أغراضي مبعثرة ليش كذي مو اتفقنا مو أنت اقتنعتي إن نأخذهم ونبيعهم ونجيب لك شيء أفضل وأحسن وأجمل وأرقى إيش فيك أنت إيش فيك الله يهديك إذا ممكن أخذ عقد واحد إيش حقك تبين فيه حق عزيمة الليلة أبي أكشخ فيه تلبسين بس ترديني مرة ثانية خلاص صافش شوفي لبسي هذا كشخي فيه قدام البنات تشوفين فيه طلعوني هذا بعد بس تردينها ها؟ ممكن التراجي مو انت اقتنعتي وخلصنا من بيع الاشياء ومن يبيع احسن منهم هذا تراجي يا خالد حبيبي تكفى ممكن السويره هذه اللي هناك ما صارت شنو هذا؟ ايه هذا؟ لا 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 الثانيه هذه امي مرت امي هذا؟ ايه هذا مش تلبسه؟ ايه ما شاء الله هذا مال بيبي هذا مش تلبسه؟ يه. الله يرحمها غمد روحها لينا زين خلاص هونت خالد خلاص غيرت رايي يا هال يا هال احنا يا هال ها احنا مو اتفقنا وانت اقتنعتي وخلاص اني ابيع لك اياهم ايش فيك انت ايش فيك كل شوي تغيرين الراي قاعد تلعبين الحمد لله وخذنا بالروح السوق وحالتنا حاله عشان نبيع لك ونجيب لك فلوسهم ايش قاعد تسوين انت انا ترى ما احب المره اللي تبذر ما احب هالمره تبذر شغل تبذير وما تبذير انت باشر انا شلون تربين عيالي باشر شلون تربين عيالي ها عيالي شلون باشر صار عندنا عيال ان شاء الله درزن عيال شلون تربينهم تشترين الالعاب الذهب والسوالف هذه فيهم نبي تربين عيالنا نبي تدرسينهم مو تشترين دعاديع هذه بس تشترين وبس تشترين 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 تخزنين ما ادري شلون راح يطلعون عيالي انا ما ادري شلون راح يطلعون عيالي باكر هم يطلعون مبذرين نفسهم يلا يلا مشينا يلا انا مشي يلا مشينا يلا مستعجلين خلص شغل يلا مشينا مشي بصراحه امشي شو طالعين ايش طالعين البيت وايد حلو اكيد وايد حلو بنفقر امشي خصينا يلا امشي منين شو الفقر هذا يلا امشي امشي خلص يمشي زين اذا انا بسالك سؤال ليش تاخذ اغراض المراه؟ لا والله اخذ اغراض المراه هذا شايفه تجوريها هذه من زمن علي بابا هذه بخزنه كل شيء شفتي الياقوت والالماس اللي سمعنا بالمسلسلات عندها ترى يا ريتني خذيت العقد فضي بس هو قال حق عيالنا خالد صبر خالد المرة تعدينها مرة بي معاكم خالد